مين تقترح معنا؟ الدكتور يوسف. يوسف ثلاثة يكفي؟ يكفي ثلاثة، ثلاث أعضاء لصياغة المقدمة، هذا اتفقنا عليه. الآن الشيء اللي بدنا وتوجيهات للفرق تعمل. نعم، الثاني شيء، ثاني شيء نكتب توصيف للمطلوب من كل فريق عمل أو كل محور. هذا التوصيف ممكن أن نصيغه، بتحبوا نصيغه أو حدا لجنة أو أحد يتبرع؟ نفس اللجنة، نفس اللجنة، نفس اللجنة. لا عفوا، نفس اللجنة بس يكون فيها رئيس اللجنة تبع المحور. لا هو احنا نعمل جايد لاين جنريك، جنريك مش عامة. شو المقصود؟ وليس موضوعية. مش سبيسيفيكيشنز، موضوعية ولا قطاعية. ثلاثة، موضوع التشبيك اللي ركز عليه سمو الأمير، لذلك تعين الدكتور معالي سليمان الحافظ كمنسق عام، هو شغلته أن يقوم بهذا التشبيك، هذه من مهامه. تكون معنا باللجنة؟ ماشي، أربعة صارت اللجنة، فالدكتور سليمان الحافظ العضو الرابع في اللجنة. معاليك معاليك يا سيدي يكون بهذه اللجنة لغرض التشبيك، التشبيك والمتابعة القطاع. بس الاقتراح دكتورة أروى. نعم نعم، بس أنت بما أنه سمو الأمير تكلفك طلب بأن تكون منسق، فيعني إحنا بنشتغل كلنا بنشتغل تحت مظلة سمو الأمير، فتوجيهاته أنه أنت تتولى هذه المهمة، فذلك اقترحتك. على كل حال تشبيك، خبير، بما انه خبير تشبيك في شو تشبيش بمصر بسموه في شو تشبيك خبير تشبيك. هلا نرجع الى النقطه الاساسيه، هل هنالك، افهم من الدكتور جواد والدكتور يوسف اللي هم يعني كان لهم راي في اقتراحي، هل على هذا الاساس وبهذا التوجه في اي اعتراض على ان تكون هنالك فرق عمل او لجان قطاعيه لكل قطاع؟ يعني بالفعل في نقطه تفضل فيها الدكتور جلبي اظن، انه احنا سنبحث في الكومن دينومينيتور، القاسم المشترك الاعظم بين كل هاي الدول. لا اعتقد انه لازم يكون اسمه التكامل، التكامل الاقتصادي، هو ميثاق اقتصادي يحتوي على التكامل والتعاون. نعم سيدي، لا هو ميثاق، انا ما عندي مشكله. الايكونوميك شارتر، الايكونوميك شارتر، نلغي التكامل نفسها كلمه تكامل ما نغير اقوى. إذا بناها للمجهول ماشي، ميثاق اقتصادي، يعني قال الميثاق الاقتصادي للاستغراق. الدكتور بدوان، بس إذا كان سمحت لي بس عشان نخلص من هالنقطة، أنا بدي أخذ قرارات، بس كملها، بدي أخذ نقطتك، أنا بدي أخذها بس أطبقها. بقول الميثاق الاقتصادي، الميثاق الاقتصادي نرجع، وهدفه التكامل الاقتصادي. هو ليس هدفه التكامل الاقتصادي، هو هدفه التعاون العربي الاقتصادي. طيب. التعاون قد يكون، لا أنا كاقتصادي بدي أحكي، بس يعني الهدف قد يكون هو التكامل في بعض الصناعات والتنافس في بعض الصناعات. لا. هو المودس اوبراندس، العمل هو كوبيتيشن، تو كومبيت اند كوبريت، وهذا التكامل. التكامل لا يلغي انه نكون نتنافس، نتنافس ونتعاون. This is تكامل. بس التكامل جزء بسيط من التعاون العربي، يعني قد تستفيد الاردن من خصوصية بلد وخصوصية بلد أخرى. لا بدناش نختلف على التعريف، أنا بقول أن التكامل هي الأشمل، بالعكس مش جزء التكامل، يعني التعاون والتنافس والخصوصية وكل شيء. طيب بس بلاش ندخل في الخلاف الرقم الكلمي، فخلي يعني نخلي الاسم الأصلي. هلا بالنسبة للجان وبالنسبة لشو اسمه، قد نتفق في الأخير، يعني كان يعني أنا مقصر فعلا، اللي كنت بدي أجيب نسخة عن ميثاق نتشارك فيه، يعني أورجي مثال على كيف صيغة الميثاق. في عنا ميثاق الصوت مثلا، في ميثاق البلقة، في ميثاق. شكل الميثاق عادة هو وثيقة صغيرة وليست وثيقة
هي ليست اتفاقية تجارة حرة، ليست سنجد سيدي سنجد إنه الميثاق هو عبارة عن وثيقة صغيرة ملخص لحكم ولعبارات حكماء مبنية على خبرات متخصصة تبحث في أشياء متفق عليها. انا بس معلش اسمح لي في هذا البعد، في هذا البعد خليني ارد. يعني احنا مرينا، انا مريت في هذه التجربه على مدى 6 شهور الماضيه في لجنه ميثاق النزاهه، اللجنه الملكيه للنزاهه، وقعدنا نتحدث شو المطلوب وشو معنات ميثاق. الميثاق ليس ابدا في فهمي هو ان ندخل في اي شيء عدا أن نقول أن هذه هي المعايير المتعلقة بالموضوع. شو معايير النزاهة؟ شو معايير الشفافية؟ شو معايير الالتزام الحوكمة؟ شو معايير؟ ونحن يعني مش محتاجين إنه نرجع كل المواثيق في الدنيا هي تضع معايير، إنما أنا قلت كيف نضع هذه المعايير استنادا إلى ما موجود من عقبات ومن حواجز ومن مشاكل بينية. بس يعني بدنا نقعد نرجع نعمل دراسة ونشوف ما هي المواثيق وكيف نعمل ميثاق. لا، الميثاق مجموعة معايير معروف، معايير فيما يخص التكامل الاقتصادي، هذا هو. كيف نصل إلى هذه المعايير سيدي؟ هو بأن نجد ما هي العقبات وما هي قصص النجاح أيضا، مثل ما تفضلتي أنه في نجاح، ما هي النجاحات وما هي العقبات، وما نعتقد أنه معيار مفيد في مجال التكامل الاقتصادي. نخرج إلى معايير، ما بدنا نكتب لا وثيقة طويلة. وأنا اختلفت مع اللجنة وصرفت مع اللجنة، هذا بحكي شيء سري، قعدت مع اللجنة اللي حاولت أن تصل إلى أنه تدرس وتخوى أنه وضع ونحلل ونقترح. أبدا، أنا هنا معايير بتكون كل ما اشتغلتوا عليه في 6 شهور اعتبروه ملحق أو دوكيمنت، مذكرة سميتها أنا مذكرة توضيحية، إنما الميثاق هو مجموعة المعايير فقط، وهو مختصر، ومن 160 صفحة اللي انعملت كتبت 6 صفحات واقترحتها على اللجنة وقلت هذه هي الصفحات، والآن هي التي يجري صياغتها قانونيا. الميثاق مختصر نعم، ويجب أن يكون مختصر لأنه معايير ملحق فيه. الحق الدراسة الكاملة اللي بده يدخل في موضوع اتصالات يأخذ الدراسة الكاملة عن الاتصالات، بس إحنا سنخرج من هذه الدراسة في معايير. إذا في اتفاق على هالكلام خلينا نوضحه ونتفق عليه. دكتورنا شكرا سيدي دكتور، بس على ضوء النقاش يعني اسمح لي على ضوء الكلام اللي تفضلت فيه، عبارات لتوضيح ايش بدنا. مجموعة من المبادئ والقواعد والمعايير التي تعالج موضوع التكامل الاقتصادي العربي، تستعرض العقبات والتحديات التي تعترضه التكامل. استنادا مش تستعرض، بديش استعرض. لا لا، استنادا. حتى إذا استعرضت بقول لك لا، هذا الكلام صحيح ومش صحيح. كمل لك. نعم. فيها زي ما بدك بس أكمل. لا لا، كلام حلو عجبني، لذلك بتأم. استعرض العقبات والتحديات التي تعترضه وسبل مواجهتها في القطاعات المتعددة، إثراء للإيجابيات وإبعاد للسلبيات للوصول إلى وضع اقتصادي عربي أفضل. أنا ممتاز، فقط بلاش استنادا، بدي أقول استنادا مش إنه نستعرضها، بديش أستعرض. في الميثاق بحط مبادئ فقط، أنا بس في كلمة واحدة بدي أغيرها بس، ولكن تفضل دكتور. شكرا سيدي. أولا أنا بعتقد إن الميثاق يعني يعترف بوجود مناخ عربي جديد في السنوات الأخيرة، يعني لا يمكن أن نستمر في الكلام كأنه سنة نحكي عن التكامل الاقتصادي لما كنا في الجامعة. ففي عندنا واقع جديد يجب أن نعترف فيه. ثانيا، الحقيقة في فرص كثيرة لما كنا نتكلم عن التكامل الاقتصادي العربي،